السؤال اللي كيطرح سي عمر هو شنو سبب هاد كنقترضوا بزاف، نقصنا من دعم المواد يعني وفرنا البطاله شنو اللي كيفسر هاد الشيء؟ شنو فين كاين المشكل؟ الفساد. الفساد اصبح منظومه ياك ومنظومه في المغرب. ودابا اللي خطير هو انه ولا وهذا الشيء ربما ربما اخر تصريح قريتو ديال بودران في الهيئه ديال الوقايه من الرشوه تقول انه يستحيل القضاء على الرشوه في المغرب الان. لا الاداره ولا نظام ديال الصفقات العموميه ولا كذا ولا كذا اصبح جزءا اساسيا او هو القاعده الاساسيه لتسيير دواليب الدوله. هذا هو الاساس. والفساد ماشي لانه فعل معزول، الفساد يتغذى من الاستبداد، بل استمرار الاستبداد بالريع، والريع نوع من الفساد. استاذ مصطفى الخلفي وزير الاعلام والاتصال في اخر تصريح له في نهايه سنه 2012 نهايه دجنبير تقول ان سنه 2014 كانت سنه الاجراءات التي انطلقت لمكافحه الفساد والتي توجت بكسب المغرب 11 نقطه في مؤشر مكافحه الفساد الذي اعلنته منظمه الشفافيه الدوليه، وبموازاه ذلك احالت العدل وزاره العدل والحريات 21 ملف على القضاء على ضوء التقرير الاعلى للحسابات من مجموع 77 ملف خلال 10 سنوات، كما تضاعف عدد القضايا الرشوه في المحاكم من 9000 الى 18000 قضيه. يعني راه كاين شغل لمحاربه الفساد. هاد الاحصاءات الاحصاء وفى الكذب، ولغه النساب ولغه الارقام هي لغه هي اللي تضيع الحقائق. الملك هادشي كامل ضربوا في الصفر وقال بانه عندنا مشكل ديال الريع، عندنا مشكل ديال العائدة ديال التنمية، عندنا مشكل. مثلا إلى ارتفعت عدد القضايا كانت 10 قدام المحاكم ودابا ولاو 20، كاين شحال من قضية فساد تسجلات؟ وإلا كانت 100 ولات 300 في على الأقل غير التناسبي، واش الفساد زاد ولا نقص؟ هذا ماشي هو المؤشر. المؤشر ديال زدنا من عدد القضايا ولا من عدد الإحالات على المحاكمات أو من عدد الحالات اللي ضبطنا ولا هذا، راه تطور الفساد والتضخم ديالو غادي بواحد الوتيرة كبيرة مقارنة مع الإجراءات الحكومية. أعطي مثال هادشي، هذا فين غتبان الجدوى ديالو؟ الآن في 2014 عشنا واحد النقاش على الأقل غير مستوى واحد القانون، واللي قانون مهم بزاف بزاف لانه غادي يشجع الرقابه المجتمعيه اللي هو قانون ديال الحق في الوصول للمعلومه. شفنا كيفاش بدات النسخه الاولى ديال المشروع وكيفاش هي الان، لدرجه انه راسو التسميه دابا اللي تتقال هو انه قانون المنع من الوصول للمعلومه. كيفاش ممكن تكون رقابه المجتمع الى ما كانش؟ فبالتالي هاد الارقام هي اقرب الى انه وحدتنا عدد ديال مناصب الشغل كذا وكذا، 22000 منصب شغل اللي درنا وغادي نديرو نسبه النمو 5%. هاد الارقام في الماكرو خاصها تبان كمؤشرات في الميكرو. الان اللي تنبان هو اننا باقيين ضاربين مع الديور تيتساقطوا في كل هذا ديال الاحياء القديمه ولا تتصب غير شويه ديال الشتاء تتكشف البنيه. هذا ملعب تيتقال بانه تخسرات عليه 22 مليار ولا هذا، ما قدش يحتضن حتى مباراه ديال كره القدم، لانه هل فساد فيه ملي الفساد تيطلع في هاد المستويات هاد الاجراءات ولا هذا. انا تنعاود ناكد بان شتي الا كانوا هادو هي الادوات ديال الاصلاح، هي في حد ذاتها خاصها اصلاح لانها ما تصلحش. على اي حال تكلمتوا على زيادة في الأسعار وارتفاع نسبة البطالة، ولكن الحكومة سجلت إجراءين مهمين ذكرهم الأستاذ مصطفى الخلفي في التصريح ديالو الأخير. الإجراء الأول هو أنه في المجال الاجتماعي تم إحداث صندوق الدعم المالي المباشر للنساء الأرامل، 1200 درهم لكل امرأة، فيها الدواء، فيها رعاية الأطفال الأيتام الأرامل الأيتام. ثم كاين مسألة أخرى هو إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الناس يعوضوا
الناس اللي كي يخرجوا من الشغل او اللي كيطردوا او اللي كيتعرضوا للمغادره العسفيه من الشغل ديالهم، فغيكون واحد الصندوق ديال التعويض. وكاين الان حديث يروج، ربما كان تكذيب مؤخرا ديال الوزاره، ولكن كان حديث يروج حول منحه للعاطلين. اذا بغينا نقولوا هذه في الموازاه مع هاد الاجراءات الاخرى، الا بقينا نقولوا اللي كتمس القدره الشرائيه، كاين اجراءات اخرى اللي كتدعمها من جانب اخر. اغلب الاجراءات، انا شنو اغلب الاجراءات الايجابيه المخرجات ديالها ستكون دون التوقع ودون الطموح. أنا ربما الوقت لا يسمح انني نتعمق معك في امور اكثر من هذا. الان صندوق ديال التعويض عن فقدان الشغل هو اجراء، خلي انه كان خصو يدار شحال هذه ولا كذا، انا ما غاديش ندخل في هذا الموضوع، ولكن غادي نركز على واحد المساله. واش طريقه باش يدار الان التعويض في واحد المده وكذا، واش زعما فيها حمايه للعميل؟ الناس كيقولوا على الاقل في 6 اشهر التي تالي فقدانه للعمل راه واحد الانسان في انتظار انه يلقى شغل اخر، ولما لقى شغل اخر لانه الحجم ديال الاستثمار والعجز ديال الاقتصاد والحاجه ديال الاقتصاد للاستثمار، علاش خرج من ديك الخدمه؟ خرج من الخدمه لانه هذاك السيد ما بقاش عنده باش يخلصوا، او لانه الحركيه الاقتصاديه ديال داك المعمل ولا ديال داك المصنع ما بقاش تاهلو انه يحتاج لهذوك مناصب شغل، فين غادي يعاود يلقى خدمه؟ فهذه كلها اجراءات مديوره اولا لحمايه الباترونه بالاساس، يعني باش انها تطلق لي هذيك المرونه، هذيك المرونه في التشغيل والمرونه في التسريح ولا هذا. ولهذا لاحظ بان هذا الكلام كله راه مرتبط بانه خاص تعاد النظر في المدونه ديال الشغل. فاذا المستفيد الاكبر من هذا راه ماشي هو العميل، حيت حيد مساله ديال التعويض ولا هذا راه تعوض مناش، تتعوض من واحد الصندوق اللي المفروض شحال هذه كان خصو يدار. لو كون كنا فعلا في اطار واحد باترونه مواطنه وجراء تاهم هذا، المفروض انه هذا الشيء في نظام ديال التعاضد ولا هذا الشيء المفروض يكون. فاجراءات معطله فيها ما هو ايجابي ولكنها جزئيه وغير مكتمله، ومخرجها ومخرجاتها السياسيه غادي تكون هذا. وما باغيش نتكلم في رابطها ياك بالاستحقاقات ديال 2015 الانتخابيه، لانه ربما هذا موضوع اخر. طيب دكتور حرشان، هذا الكلام كامل اللي قلنا على الوضع في المغرب، تكلمنا على الملك او المؤسسه الملكيه كفاعل، تكلمنا على الحكومه، بغينا نتكلموا على المعارضه، ثم على الفاعلين اللي هما من خارج اللعبه السياسيه. واش كان شي دور فعال وحقيقي لهاد المؤسستين، كنتكلم على مؤسسه المعارضه ثم الفاعلين خارج اللعبه السياسيه؟ 2014 نقدر نقول بانها سنه اللي عرفت جوج ديال الامور شويه متناقضه. من جهه النظام الحاكم تيبين بانه مسيطر على الاوضاع ومتحكم وهو الفاعل الرئيسي، وبالتالي كل العملية السياسية هو المتحكم فيها، ولكن بالمقابل كاينه واحد القوة معارضة من خارج هذاك النسق السياسي الرسمي استهدفها بواحد الشكل هو كبير بزاف. استهدفها نقدر نقول بان 2014 النظام استعمل فيها مع واحد الجزء من هذه المعارضة اللي هي الحركة الحقوقية اساليب غير معهوده في التعامل معه، وربما استعمل مع الاساليب اللي عاده تستعمل مع هذو الاحزان، هو انه تمنعهم من الاجتماعات، من التجمعات، من التظاهرات، من الانشطه بدواعي ديال اللي عاده هي اسلوب. شنو معنيتها؟ بمعنيتها وهذا الشيء يجد مرجعيته في الخطابات الملكيه، لان الخطابات الملكيه بالنبره الغاضبة باش تكلم وبالنظرة المتوعدة ولا دا، إما راك وطني أو لا ماشي وطني، فبالتالي ولا أي واحد معارض من خارج النسق الرسمي غير وطني، وبالتالي يجوز فيه كل الأساليب. وربما النموذج اللي كاين الآن هو الحركة الحقوقية، وربما تنشوفوا كيفاش كاين التعامل معه، لدرجة أن الحركة الحقوقية الآن تتفكر فانها تلجا للقضاء الدولي. تيبان بانه مع كل الظاهر
اللي ممكن يوحي بأن النظام أصبح متحكما في العملية السياسية في المغرب، وربما أعاد عقارب الساعة إلى ما بعد ما قبل 2011، مع ذلك مازال متخوف من هذه الحركة ديال المعارضة. ما تكلمتوش على المعارضة السياسية، واش كتعتبروها داخلة في السياق بالتالي؟ لا داخلة في السياق، لأن ملي قلت أنا الحركة الحقوقية راه دويت على يعني بالتأكيد العدل والإحسان، أقصى اليسار، حتى بعض الشخصيات اللي هي ربما غير حزبية غير حزبية ولكن عندها مواقف سياسية معارضة ولادها، كلها مستهدفة. كلها المعارضة اللي من خارج الحقل السياسي الرسمي كلها مستهدفة، وتبان بأنه عموما النظام السياسي مازال ما تيقش بأنه تحكم بما يفيد. وما يؤكد هذا هو أنه 2014 عرفت تقريبا نقاش كثير حول العملية الانتخابية اللي مفروض تكون في 2015، وكان خط أحمر أنه يعترف أو لأنه يلبي المطمح اللي هو كان عادي جدا، اللي هو اعتماد البطاقة الوطنية، أو لا نقوله بين الكتلة الناخبة هي الكتلة الحقيقية اللي عندها حق ديال التصويت، اللي تقريبا 25 مليون أو مبررات أنه يعرف. وهنا غادي ندخلوا، وهي مسألة ماشي غير في المغرب، بانت كذلك في 2014 تقريبا كلها الأنظمة، ما ذلك تعرف بأنه ما عاشه العالم العربي في 2011 أحداث ماشي من السهل طمس ديالها او التخلص من ذاك الزلزال اللي حقاته، وربما كلهم تيشعروا وبما فيها المغرب تيشعر بانه اما لان الحال ديما حتى تكلموا بانه ممكن تكون موجه ثانيه ولا منطق الاشياء يكون موجه ثانيه، ولكن والموجه الثانيه مازال ما كايناش، راه التداعيات السلبيه ديال هاد الاجهاض ديال هاد الطموح الشعبي الكرامة والعدالة والحرية ولذا راتبان فعل سلبي، لأن ربما الموجة الثانية هي فعل إيجابي، فعل إيجابي نحو الحرية والكرامة والعدالة، ما حدها ما كيناش، وفضل هذا الجمود الذي لا يفضي إلا إلى الارتداد تيكون الفعل السلبي. وهذا الفعل السلبي شنو هي التجليات ديالو؟ الاستقالة ديال المواطن من كل ما له علاقة بالشأن العام. شنو معنيتها الاستقالة؟ هو انه تيقول لان المواطنه حقوق وواجبات، انا ما مستافدش من الحقوق، علاش غنادي الواجبات؟ فتيستقل، تيعزف انتخابيا، وعندنا المؤشرات القويه جات من سوريا ومن مصر، وكون متاكد بان في 2015 غتجي من المغرب الا ما كانش تزوار. جات من مصر لانه الصدمه اللي تصدموا في الانتخابات الرئاسيه ديال اللي كان فيها السيسي، ربما لاحظنا كيفاش وقع التمديد، كيفاش وقع التساهل، كيفاش وبانت في سوريا، لان الانتخابات ديال اعاده الانتخابات ديال الاسد وهذا بانت النسبه ديال المشاركه كيفاش كانت مازال انتخابيه. في 2014 كان خط احمر اننا نقولوا بان الكتله الناخبه الحقيقيه، علاش؟ لانه عارفين بانه في 2015 رغم ان انتخابات جماعيه وما عندهاش الخلفيه السياسيه وكذا، يعني لا رهان على الانتخابات الجماعيه المقبله، كيشير رهان حقيقي نقدروا نتكلموا عليه، رهان تنموي في جميع رهان عند الفاعلين فيها اللي معنيين بالتنافس عليها، ورهانات لانه غادي هذا، اما هي رهان شعبي تنموي بالتاكيد لا على الاطلاق. طيب ربما الى هذا، لانه ذكرت غير العزوف، ولكن تنادي الثمن الاخر هو انه هذا المواطن هذا كاين تهرب ضريبي، كاين تهريب الاموال للخارج، كاين العزوف على الاستثمار بالنسبه للجزء من هذا، كاين عزوف عن اداء الواجب المهني على الاقل غير في الوظيفه العموميه، وربما راه تكلمتي حتى على الملف ديال التعليم والمبدا، شكون هو؟ لانه كاين استقاله ديال هذاك الموظف اللي في الاداره ولا هذاك الاستاذ اللي هذا، ما بقاش تيشعر بانه خصو يؤدي هذيك الواجبات اللي عليه، لانه ما استفدش من الحقوق. طيب في هذا الخضم فين ممكن نصنفوا موقع جماعه العدل والاحسان؟ جماعه الاحسان فاعل مهم جدا في الساحه السياسيه في المغرب، أكيد أنه يضرب له ألف حساب، لا من طرف المخزن، لا من طرف الأطراف السياسية، لا من أطراف من داخل اللعبة أو من خارج اللعبة. فين ممكن تصنفوا موقع جماعة العدل والإحسان خلالها سنة 2014؟ في 2014 بالنسبة للجماعة أعتبر بأنه تقريبا بقات وفية للتحليل ديالها والتشخيص ديالها للواقع،
والمقترحات ديالها، لان ما تترشحش راسها فاعل او حد، بقات متمسكه بالمقاربه الجماعيه، بدلات فيها خطوات تنظن واش تقدمات بزاف، تقدمات شويه ولا هذا. ولكن قياس او تقييم الاداء ديال الجماعه مرتبط اولا لان كان عندها رهان داخلي وربما نجحت فيه بشكل مستمر، لان تقريبا كل من راهن على ان من بعد الوفاه ديال السي عبد السلام الله يرحمه الجماعه غادي يوقع فيها مشكل او لا غادي تنحرف في الخطه ديالها او شيء من هذا القبيل. الجماعه في 2014 بينت بانها اكثر تماسكا، بانها اكثر تنظيما، بان مازال محافظه على القاعده البشريه ديالها. كاين اللي كيعتبر هذا تركيز الجماعه على الجانب الداخلي والجانب التنظيمي هو نوع من الجمود، بحيث انه كنقادوا البيت الداخلي ديالنا، ولكن على مستوى الحركه، على مستوى الفعل، على مستوى التاثير، على مستوى الاقتراح والمبادره، ما كاينش اي شي حاجه اللي هي كبيره في واحد السياق سياسي. لان هذا الكلام نظريا ممكن يتقبل، ولكن واقعيا في واقع مثل المغرب في اطار واحد السياق سياسي تيحكم الممارسه السياسيه داخل المغرب، وهدفه اللي واضح الان مخزن هو انه تيستهدف اضعاف التنظيمات السياسيه وتبخيس الاحزاب، الى حافظت الجماعه على تماسكها وعلى قوتها وتزايدات عدديا وبقات محافظه على المصداقيه ديالها وعلى الثبات ديالها في الموقف السياسي، تنظن بانه انجاز. وبالتالي في هذه الحاله هذا هدف ما تيبقاش غير هدف داخلي، لانه هو شرط، فهمتي، هو شرط لما يمكن ان يفعل. الامر الثاني هو ديناميه الجماعه داخل المغرب. انا سنعتقد بانه سياسيا الجماعه لانها متمسكه بالمدخل الجماعي وبالمقاربه الجماعيه وبالميثاق وبالعمل المشترك ولا هذا، غادي محافظه على الايقاع ديال الفاعلين في المغرب. لان الجماعه الى ولات هي القاطره ولات هذا، اشنو تيولي؟ تيولي الانتقاد عود على الجماعه بانها تتنفرد وبانها كذا وبانها كذا وبانها كذا. يعني ان الجماعه تتفضل انها الجماعه غاديه مستوى الجميع غاديه على الايقاع ديال الجميع. علاش؟ لان علاش قلت الجماعه وفيه التشخيص ديالها وكيفاش تشوف الحلول. ولكن كاين اعداد كثيره من الناس كتعقد الامل الجماعه لانها تكون هي المبادره، ولا زعما تكون هي في القياده. لان هذا القول اللي قلتو ديال انه راه ممكن يقولوا لنا راه كنهمنوا او الجماعه كتستغل او كتستعرض، يقدر يكون هذا قول ديال بعض الاطراف، ربما تمثيليتهم في المجتمع، ربما حجمهم ووزنهم يناقش. ولكن كاين مجموعه من الناس اللي كيراهنوا على الجماعه لان كيشوفوا فيها امل التغيير. واش كتفضلوا انكم تمشيو مع الطرح ديال الاطراف السياسيه ريتها ما تنضج الظروف؟ منطق العمل في المجتمع تيقتضي المقاربه ديال اللي غادي بها الجماعه. علاش؟ لاننا في واحد المرحله اللي باغين فيها مواجهات او مقاومه الفساد والاستبداد ولا هذا هدف جماعي خصنا نتفقوا عليه جماعيا. في الدول اللي عاشت هذه التجربه وما بقاش غاديه بهذه المقاربه شفنا النتائج ديالها. الجماعه هي احرص على السلميه واحرص على المشترك واحرص على انه المرحله ديال التغيير والمرحله ديال التاسيس تكون بشكل توافقي، فبالتالي ما يمكنش تنفرد. هذا هو الاساس بالنسبه للجماعه. طيب في علاقه الجماعه بالسلطه او بالمخزن، فهناك عده ملفات عالقه الان ديال الجماعه. هنا ملف الاستاذ منير الكراكي عضو مجلس الارشاد الذي يحاكم ثم يؤجل ثم يحاكم الى اخره، ملف عمر محيب الذي لا يزال في السجن، ملف كمال العماري اللي اعترفت الدوله عبر المجلس الوطني حقوق الانسان انها مسؤوله عن استشهاده، ثم كذلك الملفات الكثيره اللي فيها الجمعيات، الجماعات عبد الحسين والخطباء ديالها والنشطاء ديالها في جميع المجالات. الان كنقولوا بحال الجماعه راه كتقدم امور، كاين ملف ديال نادي ياسين كذلك اللي باقي لحد الان في دهاليز المحكمات. شنو الخطوات اللي قامت بها الجماعه من اجل حلحله هذه الملفات؟ هذه الملفات حنا سنعتبروها بانها ملفات موضوعه للابتزاز والضغط على الجماعة، لأنه ما عدا حتى معنى ملفات اللي
تدور في دهاليز المحاكم ولا ملف ديال الغرامات كذلك ملف ديال هذه كلها ملفات باش تلوى الجماعه. حنا تنظروا ليها بهذا المنظر. شنو الخطوات اللي تنديروا؟ اول خطوه تنديروا هي انه هذا الشيء هذا تنفضحوه، تنفضحوه قانونيا، تنفضحوه سياسيا، تنفضحوه حقوقيا، مع تنبينه باننا نحن صامدين على الموقف ديالنا وهذا الشيء هذا ما تيديش. لان لو كان هذا الشيء هذا ممكن يؤدي لشي نتيجه ولا هذا كان ممكن يؤدي عقد من الحصار ديال 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 المرشد في محاكمه ديال مجلس الارشاد، في الاعتقال ديال ديال الاخوان ديالنا تقريبا 20 سنه، في عدد ديال الحقوق اللي كنا محرومين منها في التنقل، في جو السفر، في العمل، يعني المجموعه ديالنا. هادشي كله حنا تنعتبروا باننا تنديروا فيه ما ينبغي، والدوله دائما تتادي فيه الثمن من المصداقيه ديالها ومن الكشف ديال الحقيقه ديالها مقارنه مع الشعارات اللي تتحاول ترفعها ولا هذا. وتنظن بان في كل هذه الخطوات دائما اللي تيخرج منتصر فيها او اللي تيخرج مستفيد فيها او رابح فيها هي الجماعه. طيب. والخلاصه هو انه هاد الملفات ولا هذا ما يمكنش على الاطلاق تحقق هذاك الهدف اللي تتنتظروا منه الصوت. طيب، من خلال كلامكم قلتوا بصريح العباره ان 2014 كانت سنه الاخفاقات وسنه الفضائح وغيرها من الامور اللي ربما استشفوا منها المتابع انها نظرة سوداوية شيئا ما للواقع. كيف كتشوفوا سنة 2015 باقتضاء؟ 2015 في المغرب. في المغرب وفي المنطقة العربية. بالتأكيد 2015 في المنطقة العربية إلى 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 كملت بأنه 2014 كان هذاك الصراع ما بين القوة اللي عندها الإمكانيات والقوة اللي عندها التي تمتلك الإرادة. 2015 غادي تكون فيها مجموعة ديال الأحداث. وهذه الاحداث غادي تميل الكفه ديال القوه اللي عندها الاراده. نتكلم الى استمر النفط في هذا التهاوي ديالو، في هذا الانخفاض ديالو، بالتاكيد غياثر على الامكانيات الماليه المتاحه لدول الخليج، وهذا غادي ياثر على هذه المساله الاولى. المساله الثانيه 2015 وربما بدينا من البارح في الملف ديال فلسطين. في الملف ديال فلسطين ما نساوش بانه القرار ديال امس ديال انهاء، يعني القرار ديال مجلس الامن اللي رفض انهاء الاحتلال عنده واحد المعنى. الى ضفنا ليه بانه في 2015 غادي تكون الانتخابات الاسرائيليه، وغادي يضروا فيها العرب ديال اسرائيل بالنظام ديال العتبه، وغادي يضروا فيها بالضغط اللي كاين الان ديال فشل اعاده الاعمار، وبالضغط اللي كاين على ديال مصر على القطاع، وبالضغط اللي كاين هذا. والى ضفنا ليها الضغط اللي كاين على ابو مازين والتلويح بانه ممكن دار قياده من غيره، وإلا ضفنا ليها واحد التقارب عليه الحديث الان تقريبا في هذا الشهر هذا بدا في اعاده المياه الى مجاريها ما بين ايران وحماس، كون متاكد بانه ها فلسطين فين غادي. هذا مستوى الدول. إلا زدنا فيها تركيا، لان تركيا في يونيو حتى هي عندها واحد الانتخابات. نعم. طيب نتكلموا شويه على المغرب. المغرب. طيب شنو كتشوفوا في 2015؟ المغرب كاين فيه تقريبا 2015 غادي تكون سنه ديال الانتخابات. سنه ديال الانتخابات في المغرب تتعني، وخاصة إذا كانت انتخابات جماعية، غادي تكون سنة ديال الفساد وسنة ديال الجمود. ما غادير فيها حتى شي حاجة، كل شيء تيتفرغ الحسابات الانتخابية ديالو. بمعنى إذا قلنا هذا غادي تكون فيها ملف ديال الصحراء، ياك غادي تكون فيها الاستمرار ديال هذا المشكل اللي كاين مع فرنسا، غادي يكون فيها مشكل ديال إذا استمرت هذا القمع ديال الحركه الحقوقيه من شانه انه يؤدي لواحد النتيجه. فتنتوقع بانه سنه 2015 بالنسبه اللي فيدو القرار السياسي ولا هذا غيكون فيها التقرير ديال التعليم، غيكون فيها التقرير ديال الثروه اللي راه ملف تحل على المجلس الاقتصادي والاجتماعي. فتنظن بانه غادي الى بقات غاديه الامور بهذا الشكل غادي تزيد تكون سنه ديال الاستمراريه ديال التدهور مقارنه مع. طيب دكتور عمر حرشان، في نهايه هذه الحلقه عندنا اربعه الاحداث بغيناك تعلق عليهم في كلمه او كلمتين. رحيل الاستاذ بهاء والاستاذ احمد الزيدي الله يرحمهم. الوفاه هي راه لغز، التحقيق فيها مسؤوليه من يتولى، واذا كانت
هذه التحقيقات ما صحيحاش ولا هذا، هذوك ارواح عزيزه عند الله تعالى في عنق اللي راه عنده المسؤوليه ديال التحقيق، مسؤوليه سياسيه ومسؤوليه جماعيه. اقاله اوزين شما اللي غادي يتعلق عليها هذا ما وقع في الرياضه، يعني في هذا هو واحد شويه او واحد شجره في واحد الغابه ديال الفساد، ما تنظن منطق ديال التضحيه به ولا هذا، والاعتبارات يطول الحديث عنا، فتنظن بانه اقالته ولا عدم اقالته ولا هذا، الموضوع ماشي ديال الاشخاص، الموضوع ديال منهجيه الشغل. المنتدى العالمي لحقوق الانسان ينضاف الى باقي الخطوات اللي قلت، تيبان فيها جانب ايجابي ولكن الحصيله ديالها تكون سلبيه. ذكرى الوفاء لروح الامام عبد السلام ياسين، ذكرى الثانيه، تنظن بانه المسار اللي مشات فيه الجماعه ديال العدل والاحسان طيله السنه ديال 2014 تاكد بانه كلمه الوفاء ماشي هضره تتقال او لا شعار مرفوع ولا هذا، ولكن كاين الوفاء الحقيقي، لان الموضوع فيه الارتباط بالرمزيه ديال سي عبد السلام الله يرحمه، وفيه ارتباط بمشروع فكري اللي خلاه، وبخط سياسي اللي خلاه، وبالاكثر هذا هو منهج تربوي اللي خلاه. شكرا لك دكتور عمر إحرشان، عضو مجلس عضو الامانه العامه للدائره السياسيه لجماعه العدل والاحسان، كنت ضيفا علينا في برنامج وجهه نظر لمناقشه حصيله سنه 2014، فشكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي هذه الحلقه من برنامج وجهه نظر والتي خصصناها لموضوع حصيله سنه 2014. نشكركم على جزيل المتابعة، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.